مساء أمس انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها العادية 31 والتي تستضيفها الجزائر، وذلك تحت شعار لم الشمل العربي. يناقش المشاركون من القادة ورؤساء الوفود خلال الأعمال القمة وثيقة إعلان الجزائر التي توافق بشأنها وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على مدار 3 أيام. هذه الوثيقة تتضمن بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية والأمن العربي والأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية، بالإضافة إلى ملف إصلاح جامعة الدول العربية. تسلم رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون رئاسة الدورة 31 للقمة العربية متوليا رئاسة أشغالها بعد كلمة ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة السابقة. على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم، أعلن افتتاح مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 31. توافق تام حول الملفات المدرجة على طاولة القادة العرب، وعلى رأسها تطلع لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإنشاء لجنة دعم للقضية الفلسطينية وبناء تكتل اقتصادي عربي منيع، علاوة على ملف إصلاح شامل للجامعة العربية. في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى القضية الجوهرية قضية فلسطين، ومن هنا تأتي أهمية تجديد التزامنا الجماعي وإعادة التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها باعتبارها المرجعية المتوافق عليها عربيا والركيزة الأساسية لإعادة بعث مسار السلام في الشرق الأوسط والسبيل الوحيد لقيام سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني تحقيق طموحاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. إن المنطقة العربية شئنا أم أبينا تقع في قلب الأزمات، فهي من ناحية ركيزة أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، ومن ناحية أخرى هي ضحية أولى للتغير المناخي وأثاره المدمرة من حيث الجفاف وغيره، ومن ناحية ثالثة تعاني المنطقة من تهديد خطير لأمنها الغذائي كما تقع غالبية دولها في نطاق الفقر المائي. وتوالت بعدها تدخلات كل من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الإفريقي. المتدخلون جميعهم أكدوا على أهمية الدورة التي تأتي في ظروف متسارعة يشهدها العالم. التأم إذن مجلس جامعة الدول العربية بعد 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، والأمال معلقة على أن تكون نتائج هذه القمة في مستوى تطلعات الشعوب العربية. حكيمة دماز، تلفزيون دولة الكويت، الجزائر. مثل ما شفنا معكم أكيد هناك ملفات عديدة ومهمة تشمل جميع القضايا التي تهم الوطن العربي وضعت على طاولة القمة العربية في الجزائر. بكل تأكيد التحديات التي تعيشها المنطقة العربية والمشاكل المتراكمة لا يمكن حلحلتها إلا من خلال تطوير آليات العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية. نعم، الرأي العام العربي يتطلع لنتائج القمة وأن تكون القمة للم الشمل ولتوحيد الصف والتفاهم، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتنموية. سنتكلم حول هذا الموضوع وأهم الملفات المنتظرة على أجندة القادة العرب اليوم. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المحلل السياسي ضيفنا الكريم الدكتور يوسف المطيري. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة هذه القمة التي من شأنها أو بهدفها لم الجراح العربي نحن نقول، وأكيد النهوض بهذه المشاكل بحلول أكيد تليق بها. إذا ممكن نحن نتكلم عن هذه الملفات المنتظرة اليوم، ما الذي سيناقشه القادة العرب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية انطلقت القمة أمس
بالكلمات الافتتاحية ويعني الأمور المتعلقة في البروتوكولات المتبعة في القمة العربية. واليوم تنطلق الحقيقة أعمال القمة واجتماع وزراء طبعا رؤساء الدول العربية مجتمعين اليوم. وأيضا هناك طبعا مسودة يعني تم تجهيزها من قبل وزراء الخارجية العرب والمجلس السياسي والاجتماع العربي، وطبعا ستعرض عليهم. لعل أبرز هذه القضايا إذا جئنا في الشأن السياسي في البداية، نجد القضية الفلسطينية هي في قلب الحدث، قضية أساسية. كلنا نعرف الحقيقة يعني الوضع في طبعا فلسطين وما يتعرض له الحقيقة الفلسطينيون من إرهاب ومن تعدي سافر على حياة الناس وتوسع استيطاني كبير جدا لإسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية. وبالتالي هي دعوة لي يعني الحقيقة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وحق المشروع في دولته المستقلة وأن تكون عاصمة القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين. وهذه الحقيقة فيها قرارات دولية وأمور كثيرة، ولكن لا يوجد إذعان وتسليم من قبل إسرائيل في الاستجابة للشرعية الدولية. وبالتالي هذا الموضوع لا شك الحقيقة يعني يجب بحثه ومنتظر طبعا يتم بحثه بشكل أفصل وتطلع الحقيقة توصيات عربية وقرارات تجاه هذا الأمر. لدينا أزمات نعرف سياسية كثيرة اليوم، الوضع في اليمن والحرب اليمنية، في ما يحدث الآن في ليبيا ومشاكل كثيرة قاعدة تتعرض لها ودعوة يعني نزع السلاح وإعادة التفاهم على منظومة آلية العمل وحلحلة هذه المشكلات. يعني نعرف أيضا هناك نزاع بين المغرب كذلك والجزائر، هناك بعض الاختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا تمس الأمن العربي والموقف تجاه إيران وتدخلات في الشؤون الداخلية العربية. قضايا يعني كثيرة مطروحة اليوم على الساحة، لعل منها الموقف تجاه القضية المتعلقة بالحرب الأوكرانية والحرب الروسية الآن، والموقف العربي تجاه ما يحدث الآن وتأثيراته السياسية والاقتصادية الكثيرة الحقيقة اللي أصبحت تؤثر، والأمنية على العالم ككل. يعني إذن هذه بعض الملفات المتعلقة بالشأن السياسي. الشأن الاقتصادي كلنا نعرف الحقيقة اليوم نحن نعيش أزمة اقتصادية كبيرة بعد كورونا، والآن تداعيات كبيرة للحرب الروسية الأوكرانية، هناك مشكلة أمن غذائي عربي، هناك انتشار للجوع والفقر اليوم في بعض الدول العربية كالصومال ما تعرض له السودان، أيضا الحقيقة الشعب اليمني أيضا قاعد يتعرض لإرهاقات كثيرة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وحياة الناس في طبعا هذه الدولة. كلنا نشوف أيضا الظروف الاقتصادية اللي تمر فيها اليوم لبنان، وهي أيضا الحقيقة تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة جدا وظروف قاسية الآن. إذن هذه الأمور كلها تعطينا منطلق أن موضوع الأمن الغذائي أحد القضايا الأساسية المهمة التي يطلع اليوم إلى بناء استراتيجية عربية تجاه الأمن الغذائي وتوفير هذه المتطلبات للشعوب العربية وتحقيق يعني أمننا من هذا الجانب. هناك تركيز خلال القمة على العمل العربي المشترك، صحيح. يعني ما المأمول في هذا الإطار؟ هو المأمول توحيد الصف العربي في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني تجاه ما يدور في العالم الآن، بحيث أن تكون في رؤى موحدة عربية لكل ما كانت يعني الدول العربية لديها آراء يعني موحدة. هذا سيجعل هناك قوة للقرارات العربية، تأثير سياسي واقتصادي عالمي على العالم. ولكن اليوم هو عصر التكتلات، ومن ثم إذا لم يكن هناك تكتل عربي في وحدة عمل مشترك وآراء موحدة ويعني ابتعاد عن التنازع والخلافات حول القضايا الأساسية التي العالم العربي له شأن واهتمام فيها، قد لا يجعلها قوية جدا تأثيرها العالمي. ومن ثم نحن اليوم نتكلم عن العمل العربي المشترك السياسي تجاه القضايا الدولية، دور العمل المشترك في القضايا الاقتصادية وتكوين كتلة اقتصادية عربية. وكلنا نتمنى أيضا السوق العربية المشتركة أن تكون واقعا. اليوم موضوع الاقتصاد كلنا نشوف أنه حاضر
ولدينا مشكلات اقتصادية كثيرة أثرت على الدول، تضخم اقتصادي، مشكلات بطالة، مشاكل متعلقة في استغلال الموارد. يعني الدول العربية لديها موارد وثروات ومعادن كبيرة، ولكن ليس هناك استغلال جيد. ده كان طبعا العرب لهم شأن آخر لو استغلوا الموارد الطبيعية والمعادن وما حباهم الله سبحانه وتعالى فيه من نعم. إذن اليوم احنا نتكلم عن انطلاقة لعمل عربي مشترك تكون فيه الحقيقة العالم العربي قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي، قادر على تحريك أدوات الاقتصاد بين العالم العربي والتجارة البينية، قادر على توحيد الرؤى السياسية تجاه القضايا المختلفة، قادر على إقامة مشاريع تنموية مستدامة تحقق الأمن الاجتماعي والحياتي والاقتصادي للعرب، خصوصا في الدول التي تعاني من مشاكل وديون وإرهاصات كثيرة اقتصادية نتيجة الداعية. هذه الفترة يمكن تختلف جدا عن جميع الفترات السابقة اللي قد تكون. طيب الكويت دكتور، يعني احنا نتكلم عن دور الكويت، نتكلم عن ثقلها السياسي، إذا نتكلم عن دورها في الدبلوماسية السلمية، شنو راح يكون دور، شنو راح تكون الكلمة اللي ممكن تضيف لهذه القمة وتأتي بنتيجة؟ نعم، الكويت الحقيقة دائما مواقفها ثابتة وموحدة، يعني ودائما هي تهتم في كل ما شأنه تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون العربي. والكويت الحقيقة دائما سباقة في تقديم يد العون والمساعدة والحقيقة المشاركة الفاعلة في الأحداث العربية. الكويت دائما لها دور الوساطة في حلحلة كثير من القضايا السياسية. الكويت دائما داعمة للسلام وللحوار وإلى حل القضايا أو الخلافات بالطرق السلمية والابتعاد عن لغة القوة. فاليوم الكويت حاضرة الحقيقة بتمثيل من سمو نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، نائبا عن سمو الأمير حفظه الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وفي جعبتها الحقيقة يعني قضايا كثيرة متعلقة بمسودة ما تم الاتفاق عليه، منها قضية الفلسطينية، موقف الكويت ثابت وواضح، منها قضية العمل العربي المشترك، والكويت دائما تدعم وتقدم تصورات لهذا الدعم المشترك. الكويت دائما داعمة لاقتصاديات الدول العربية ومساهم كبير، بل الكويت تدعو إلى يعني إيجاد صناديق بحيث أن هذه تمول الأنشطة الاقتصادية العربية وقضايا الفقر والعوز والحاجة. وشفنا الكويت الحقيقة دائما سباقة في كل هذه القضايا. إذن اليوم الكويت هي فعلا تريد أن تشارك مشاركة فاعلة وتقدم رأيها في هذه القضايا المطروحة، وبالتالي سيكون لها إن شاء الله وزن واهتمام، خصوصا أنه معروف عن الكويت هي دورها العربي ودورها الاستراتيجي. ويمكن إحنا يعني شهدنا أمس يعني لما تم الحقيقة باستذكار سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد غفر الله له، وذكر تحدث عنه رئيس الاجتماع ودوره الحقيقة الرائد السابق يعني في خدمة القضايا العربية ودور الكويت. واليوم الحقيقة الكويت تكمل هذه المسيرة وهذا العطاء وهذا الثبات على دورها العربي وانتمائها العربي وإحساسها بكل ما يحقق تقدم وتنمية الدول العربية. وهذا الحقيقة ليس بغريب على موقفنا الثابت تجاه القضايا العربية ككل. دكتور، في ضوء ما حدث حتى الآن، ما هي النتائج المرتقبة لقمة الجزائر؟ ما الحقيقة يتوقع اليوم الجميع بعد يعني طرح هذه المواضيع المعروضة على هذه القمة، وأيضا نعرف ظروف هذه القمة جاءت الحقيقة بعد انقطاع، لأن يمكن آخر قمة كانت في عام 2019 وبالتالي بسبب ظروف كورونا، وهذا جعل هناك ملفات عديدة يجب النظر فيها بصفة الاستعجال النتيجة لتراكمها خلال انقطاع الثلاث سنوات الماضية. طبعا نحن نتوقع اليوم أن تكون هناك قرارات عربية واضحة ومحددة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، خصوصا قضايا الشأن السياسي والشأن الاقتصادي، لأن هذول الجانبين الحقيقة
يمسون كيان وقوة العرب وكذلك الإجماع العربي وكذلك أيضا العمل العربي المشترك، لأن الحقيقة لا يمكن تأجيل هذه القضايا المتعلقة بمشاكل اقتصادية الآن والظروف والأمن الغذائي، قضايا موقفنا السياسي تجاه ما يحدث الآن في العالم من قضايا سياسية والخلافات اللي قاعد تحدث في العالم العربي والمشاكل اللي قاعد تعاني منها دول وصراعات اليوم سياسية كبيرة يعني أمنية أثرت حتى على استقرار الدول في ليبيا، في كثير من الدول في اليمن، ما نراه في سوريا، ما نراه اليوم من إرهاصات كبيرة في لبنان. نحن أمام يعني تغيرات كبيرة تجعل هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرار. أيضا الجانب الآخر هو أن تأخذ القرارات هذه صفة الإلزام والتنفيذ، لأن أيضا لم يكن هناك تنفيذ عملي لهذه التوصيات ويعني حرص على تنفيذها وإعطائها صفة الإلزام، قد يكون من الصعب الحقيقة تفعيل هذه القرارات، وبالتالي الكل اليوم يتطلع ليس فقط الحصول على قرار ولكن تفعيل هذه القرارات والحرص على إنجازها، وهذا يمكن واحدة من الجوانب المهمة في تطوير الجامعة العربية. ليش ذكروا الجامعة العربية فيما يتعلق بالقرارات القمم؟ يعني وين أدوات التفعيل، وين الاستراتيجية الواضحة والمنهج الواضح اللي ممكن يعمل وينفذ ويتابع ويتم إيصال كل المعلومات والتأكد من تنفيذ يعني هذه القرارات وجعلها موضوع التنفيذ، وإلا لن نخطو خطوة إلى الأمام ورح تتراكم علينا المشاكل. ولعل أكبر دليل هو أن كثير من هذه القضايا هي قضايا منذ عشرات السنين وإحنا قاعدين نناقش نفس القضايا ولا نتحرك إلى الأمام. إذن اليوم مطلوب تحرك عربي جدي، مطلوب الحقيقة يعني اهتمام. اليوم الناس يتوقعون أن يكون على مستوى الحدث ومستوى التداعيات اليوم أن تكون هناك فعلا وقفة عربية يعني جادة وقوية وصارمة تجاه الأحداث ويعني بناء الأولويات. يعني قد يكون أحيانا من الصعب أنك تنفذ كل قرارات، ولكن يجب أن تكون هناك أولويات ملحة لا تحتمل التأجيل، يجب أن تأخذ صفة الاستعجال بالتنفيذ، ويتم ترتيب القضايا الأخرى أيضا حسب الأولوية حتى يتم التنفيذ. أعتقد كل هالأمور نحن نتطلع اليوم إلى قرارات واضحة ومحددة تمكن من آلية تنفيذها وأن توضع موضع التنفيذ، لأن بحاجة فعلا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات وحلحلتها، وإلا ستتراكم هذه المشكلات كما يحدث الآن، ونحن مقبلون على فترة صعبة في الفترة القادمة، وبالتالي قد تزداد الأمور سوءا إذا لم نبدأ بالخطوة الأولى والإنجاز الأول. وهذه يمكن اليوم الآمال المعقودة في العالم العربي على القمة وما تقول له من نتائج. دكتور، قبل قليل كانوا معنا ضيوفنا أكيد من فلسطين ومن مصر، سألت الأستاذ نبيل نجم الدين بخصوص القمة العربية أو الجامعة العربية وبنود إصلاحها وما شابه، تكلمنا عن قبل وبعد وكيف ممكن أن تكون النظرة وكيف يمكننا إصلاح القمة والنهوض بها، شنو كانت أهدافها في السابق، كيف تتغير وتتبلور مع متغيرات العالم في الوقت الحالي، ماذا نحتاج كعرب؟ طبعا عندما نتحدث عن موضوع الجامعة العربية، يعني جامعة طبعا أنشئت منذ عام 1945 مع بداية القمة العربية، ونعرف الجامعة كان لها دور محوري وأساسي باعتبارها هي الجهاز الفني والتنظيمي الخاص بالأمة العربية وشؤون طبعا واحدة من القضايا اللي هي قضايا القمم وليست هي القضية الأساسية، لأن في اجتماعات كثيرة في الوزراء الخارجية ومتابعة لكل ما يتعلق بالشأن العربي. لا شك يمكن إصلاح الجامعة العربية له منطلقات، يعني منها إصلاح النظم والقوانين اللي قامت عليها الجامعة العربية واللوائح، لأنها كانت قديمة جدا تحتاج إلى استحداث وتعديل وتغيير لمجريات أحداث على مدى زمن طويل، نتكلم عن ما يزيد عن 75 عاما الآن، نحن بحاجة إلى هذا الأمر. كذلك أيضا تطوير وتنمية الجهاز الإداري والفني الخاص بالجامعة العربية وطبيعة النظام المتبع حاليا، لأنه طبعا نريد أن يكون هناك جهاز فاعل قادر على احتواء استراتيجيات عربية واضحة، قادر على
يعني تنظيم خطط استراتيجية عربية فيما يتعلق بالقضايا المحورية الخاصة بالقمم العربية والنتائج المسفرة عنها، قادر على وضع الآليات المتعلقة بالتنفيذ، وهذا يمكن جانب مهم جدا. يعني لا يكفي أن نتحدث عن قرارات ونتحدث عن آمال دون أن يكون هناك جوانب تنفيذية عملية، ويكون لدينا جهاز يتابع ويشوف ويرصد ويرفع تقاريره بشكل مستمر للجامعة العربية ومنها طبعا القمم العربية بنتائج القرارات السابقة وما تم التنفيذ الواقعي عليه، حتى يكون في اطلاع حثيث للإنجازات. وهذا يمكن جانب مهم جدا، هو الأساس اللي تقوم عليه الجامعة، لكن يمكن هذا الدور للأسف ضعيف في الفترة الماضية، ومن ثم نحتاج إلى تطوير هذا الجهاز ليواكب طبيعة المتغيرات الحديثة ومتابعة نتائج القمم والمشاريع العربية والاستراتيجيات. يعني اليوم على سبيل المثال نتكلم عن أمن الغذائي ويتخذ الزعماء العرب قرار فيه، لكن من هو الجهاز اللي يجب أن يتابع هذا الملف ويعني يجمع المعلومات الخاصة فيه ويقوم تشكيل جهاز متخصص وفني واستشاري قادر على إدارة هذه الملفات وقادر على التنفيذ والمتابعة ووضع الخطط التنفيذية على أرض الواقع ورفع التقارير للجامعة العربية وللقمم العربية بهذه النتائج، عشان نشوف التنفيذ الفعلي والحقيقي على أرض الواقع هو المطلب الأساسي اللي نريد إصلاح الجامعة العربية فيه. إذن هذه بعض المحاور الأساسية اللي يجب أن يعني تنطلق منها الجامعة العربية في تغيير منظومة عملها وآلية عملها والإجراءات المتبعة بما يحقق تطلعات العرب وما يساعد على تنفيذ هذه القرارات ونتائج القمم وجعلها فعلا حقيقة واقعية نسعد وننعم بنتائج إيجابية. إذن دكتور، هل ترى أن هناك فرصة أمام العرب أو أمام الدول العربية لتجاوز هذه الخلافات المتعددة والصغيرة بين العرب خلال هذه القمة؟ نعم طبعا، يمكن شفنا يعني ما تحمله القمة من كلمة لم الشمل العربي، فهي طبعا تريد أن تنهي هذه الخلافات وإيجاد توافق عربي، ويعني أيضا حل هذه الخلافات، بحيث أن فعلا هذه الخلافات ستنعكس على العالم العربي وستؤثر على منظومة الدول العربية وعلى قرارات القمم وعلى التعاون العربي المشترك. فاليوم لدينا مشاكل في خلافات بين دول، لدينا خلافات داخلية الآن كما نشاهد في ليبيا، وبعض الدول العربية أيضا أصبحت مؤثرة حتى على الأمن الحياتي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي في هذه الدول. لا شك أن مثل هذه النزاعات تضعف العالم العربي، وبالتالي يجب أن نتجاوز هذه طبعا الأزمات وهذه الخلافات. واليوم الأمل معقود في تقريب وجهات النظر هذه، يعني اليوم الأمل معقود على العالم العربي أنهم يعني يحلون مصالحة عربية. نريد مصالحة في الشأن الداخلي، سواء داخل ما يحدث داخل الدول بين الفصائل المختلفة والصراعات التي تتم على الشأن السياسي، وكذلك مصالحة بين الدول العربية التي لديها بعض الخلافات مع بعض. نشوف المغرب مع الجزائر خلافات كما قال اليوم، أيضا ضيفنا من لبنان، إذن الشأن الداخلي الأزمات التي تحصل داخل البلد منه وفيه تسبب حتى نوع استشعال نوع من اليأس، نوع من فقدان الأمل. يعني حتى صحيح. كان هناك صرخة داخلية من لبنان لينهض بنفسه على الرغم من المساعدات الخارجية التي تصل بها. كلام صحيح، يعني هو في النهاية يتحدث زميلنا عن أزمة يعيشها الشعب اللبناني أصلا في حياته الظروف اليومية، لما يرى من وجود يعني الحقيقة من اللبنانيين أنفسهم من يتسبب في هذه النزاعات ويتسبب في هذا الصراع ويتسبب في الهدم الجانب الاقتصادي وغيرها، ويؤثر حتى على منظومة العلاقة العربية. يعني كيف يعني قوة تهاجم الدول العربية ويعني تؤثر في منظومة العالم العربي. اليوم ما نرى من حروب وصراعات في سوريا وفي اليمن وفي طبعا لبنان، اليوم كل هذه أشعلت بسبب للأسف يعني وجود مثل هذه الأحزاب والتجمعات التي أدت إلى تأثير على منظومة حياة الناس وظروفهم السياسية. إذن نحن اليوم نتطلع فعلا من العالم العربي اليوم اجتماع القمة أن تكون
هناك مصارحة عربية والتجاوز عن الخلاف وحسم هذه الخلافات بالطرق الودية والسلمية، والمصالحة الحقيقة ولم الشمل العربي أصبح مطلب أساسي إذا ردنا ننطلق. نحن نؤمل ونعول كثيرا اليوم على إنهاء هذه الخلافات ويعني حل هذه الخلافات ويعني التجاوز عنها، لأن بدونها من الصعب جدا أن تكون هناك انطلاقة لعمل عربي متكامل مشترك وتكامل اقتصادي عربي وسياسي في ظل وجود خلافات مثل هذه الخلافات. اليوم هناك تعويل كبير، إذا نحن اليوم نأمل ونتفائل كثيرا إن شاء الله في الخروج بحلول لهذه الخلافات بين العالم العربي، لأنها مطلب أساسي وهي سيكون لها دور في تفعيل القرارات العربية وتنفيذها متى ما تجاوزنا الخلاف، أمر مطلوب إن شاء الله، ويكون اليوم الدول العربية يعني على مستوى المسؤولية في الاستجابة لمطلب زعماء العرب، والعالم العربي والمواطن العربي أيضا هو يريد منهم التجاوز حتى يعني نعيد العالم العربي مرة أخرى واللحمة العربية إلى دورها الأساسي في خدمة الشأن العربي ككل. يمكن أيضا في هناك رسالة من الرئيس الروسي إلى القمة العربية أكد فيها على أهمية الدور اللي تلعبها أكيد دول العرب فيما يخص الأكيد ما يحصل في أوكرانيا والتدخل الروسي. إذا ممكن أن احنا نفهم فحوى هذه الرسالة دكتور من خلال اطلاعك على هذا الموضوع، رسالة طبعا أكيد الرئيس الأمريكي تأتي أيضا في نفس الوقت التي تأتي فيه رسالة من الجانب الأمريكي. نعرف يعني احنا وصلت رسالتين، طبعا رسالة من الرئيس الروسي بوتين وكذلك من الرئيس الأمريكي بايدن، كلهم طبعا يتحدثون عن قضايا متعلقة بالأدوار العربية تجاه ما يحدث في العالم الآن، واليوم الأزمة الأوكرانية الروسية أزمة كبيرة وملقية بظلالها، وهناك خلاف كبير يعني بين العالم الغربي وأمريكا من جهة والدول المؤيدة والمتعاطفة مع الجانب الروسي. إذن كل من هذه الدول يريد أن يجذب الجانب العربي والقوة العربية تجاه قضايا تدعم ما يدور الآن. طبعا الجانب الروسي هم مصلحة أنه هو يطالب بحقوق وأن له متطلبات معينة، وبالتالي هو مستعد أن يقدم بعض التنازلات فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو التحريك الاقتصاد والاستيراد والتصدير، ولكن هذا مقابل أيضا ضمانات عربية أو تهدئة أو عدم وقوف، يعني على الأقل حتى لو يستطيع أن يضمن أن العالم العربي سيكون معه بشكل كامل، ولكن على الأقل يضمن الحياد في عدم التدخل فيما يحدث من نزاع بينه وبين الأوروبيين والأمريكان من ناحية. أيضا بايدن نفس الشيء، هو يريد العالم العربي اليوم أن يدين مثل هذا الغزو، يدين طبعا تدخلات الروسية، يدين كأنه يريد أن يحمل روسيا تبعات الأزمة الاقتصادية والأمن الغذائي العربي وغيرها. طبعا العالم العربي يعني أيضا له شأنه الخاص في قراراته، وطبعا لا يقبل الإملاء من أحد أو التوجيه من أحد، وبالتالي نأمل اليوم العرب أن يعوا دورهم وأن يقوموا إن شاء الله تعالى بتغيير الأهداف. نعم نأمل معك كذلك دكتور يوسف المحلل والكاتب السياسي دكتور يوسف المطيري، كل الشكر لك.